بالنسبة للترشح، الله ما نقدرش نتكلم على الترشح هكذا مباشرة. لازم الترشح يستوفي شروطه. أول شرط هو يعود إلى مؤسسة الحزب، يعود إلى دورة إلى المجلس الوطني الذي سيتم انعقاد هذه الدورة إن شاء الله يوم 17 و18 من هذا الشهر ماي، وستكون هناك فرصة بعد المشاورات مع القيادات الولائية ومن خلال الخرجات سترفع إلى دورة المجلس في دورته عادية، وسيبث فيها المشاركة. ستكون نوعية المشاركة. الحزب يحرص دائما أنه يضع مصلحة الجزائر فوق أي مصلحة. نحن لا نبحث عن أي تموقع هكذا وعن أي شيء، وإنما نبحث عن مصلحة الجزائر. فالمبدأ أساسا هو كيف نكون إضافة نوعية ومميزة في بناء شيء متين بالنسبة للجزائر، ومضي بالجزائر طبعا بقاطرة قوية وكذلك بتنمية قوية، لأن التحديات كذلك كبيرة وتستدعي منا كلنا كطبقة سياسية أن نكون في مستوى هذا الوعي وفي مستوى هذه المسؤولية. لا يمكن أن أقول لك فيه نية ولا لا يوجد فيه نية، لأنه الكلام مجرد الكلام، لا، هذا ما هوش شيء شخصي يمكن إنسان يفصح عنه، وإنما هذا من صلاحيات مؤسسة الحزب، وأنا أحترم مؤسسة الحزب، ولا يمكن أبدا يكون لي أي خيار شخصي، ولا أفكر في أي شيء أتحدث به بطريقة شخصية جداً.